دابا اليوم غادي نمشي للسبيطار، حسيت بالوجع عليا في كرشي. اليوم غادي نمشي للسبيطار، ما عرفناش شنو هو السبب ديال هذا الماء اللي وقع هكذا، والدار ريحتها ما تصورش بريحه الخنز والواحد الواد الحار. 20,000 سد عندنا في هذا المغرب هذا، ويطلقوا لنا المخانز يومين هادي وما يحركوا ما حركوا الساكنين، زعما موت ولا عاود الراس هاد الوليدات ديال هاد الام هادي، وليدات صغار يشربوا الميكروب هاني موت موت، ما يهضروا لا اشعار لا والو، زعما لا حول ولا قوه الا بالله. نوليو نشريو الماء ب 240 ريال البيدوزه. هاد المخانز حنا ما لقيناش ما نشربوا، بقينا هكذاك لا وضوء لا حتى شي حاجه، باش غنتوضاو حنايا؟ باش غنتوضاو؟ واش حنا بشر ولا شكون حنا؟ واش حنا حيوان؟ وداروا فينا ما بغاو، في الزياده يزيدوا علينا، في القطاع يجي يقطعوا علينا. الله يرحم الوالدين. يقطعوا علينا في البلاصه، ما يعتقوناش، ما يرحموناش. شري قرعه ديال الماء ب 250، اللهم هذا منكر، خلص الماء وزيد شري الماء باش تشرب، باش تشرب وتوضى. خانز الماء ولدي بحمد الشفا، واش حنا راه غنمرضوا غنمرضوا؟ راه غيجينا السرطان ويجينا قرينا الكحله غتجينا، راه السما وليدي، واش حنا نبقاو عايشين هاد العيشه هادي ونخلصوا الماء ونخلصوا هذا ومن الاخر يمشيو يديروا لنا حنا هاد المصيبه هادي ونبقاو نداويو عاوتاني؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم هذا منكر. المخانز الماء ما فيه ما يتشرب كاع، لا لينا ولا للدراري ولا للبنادم الكبير ولا الصغير، والله ديما خلق. كنشوفوا المسؤولين يشوفوا لنا هاد الشيء شنو هو، يا ما فهمنا والو، ما فهمنا حتى شي حاجه ما فهمناها. لا بقينا نشربوا هذا الماء راه غادي يمشي للسبيطار، شكون اللي غادي يقعد؟ لانه فيه التلوث وفيه حشاك كاك الوسخ ديال القواس ديال الواد الحار. حليت الماء مع الوحده، كنتوضى بغيت نصلي كنشم الريحه كنقول ها هو انا مسيقه ما كاين والو. شميت الريحه كنقول ما تلحقيش هذا الماء ما تشربيش. الناس كلشي كيبان لي الناس غاديين بالفيديوزات. هذا المشكل راه وقع مع 11 ديال البارح ديال الليل، والناس راه تشكات بزاف، وكاين اللي ضراتو كرشو وكاين اللي دار ليه ترويعه في كرشو، وكنتمناو من هذه الشركه باش يصلحوا هذا الشيء، راه هذا الشيء اللي كيديروا راه ماشي خدمه. اليوم راه اضطرينا نجيبوا لخوتنا والوالدين الماء، راك عارف شتي البارح شحال من راجل كبير كاع تضرر، واحد راجل البارح تحصل عنده الكلاوي مسكين. ايوا راه شافوش ما عرفنا ما عرفش ما عرفنا من عاد من قال لك طردك واد الحار تخلط ليه مع الواد الحلو، داك الشيء راه ما يمكنش واد الحار يتخلط مع الواد الحلو، الا كان شي حاجه راه غادي تكون من عندهم والله ياخذ الحق. لا يعقل انسان تيخلص فواتير كثيره بواحد الرقم قياسي وفي الاخير تيجيبوا لنا الماء مسموم، هذا راه عار، هذا راه عار عباد الله، راه الدراري الصغار تيشربوا هذا الماء عجازه، ما يمكنناش احنا باش نستمروا في الوضع هذا، هذا الوضع هذا راه مزري. حنا خاصنا المصالح الشرب اللي كيخدم بهذا الماء هذا، يعني وكياخذوا من دارهم من الاحسن بلا ما ياخذ منه، يعني بلا ما يخدم به. علاش انا كنقول لكم هذه الخدمه هذه الله يحسن العوان، راه بنادم كيترزق الله، ولكن هذا الميساج هذا بغيت نوصله للمسؤولين الكبار، ماشي للمالين الدار اللي كياخذوا هذيك يعني. علاش؟ حيت انا مثلا انا كنبيع غلاله كنبغي نخدم به وكذا، وهذه بزاف ديال الحوايج يعني، وما صالحش ليا، كيف ما كنبغي الخير ليا انا كنبغي الخير للناس كاملين.